أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا صاحب المصيبة الراتبة ويا صريع الدمعة الساكبة. ما خاب من تمسك بكم سيدي وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. مع إمامنا المهدي عجل الله فرجه الشريف، هذا الصوت الذي لا يهدأ ولا يبرد أبدا. لئن عطلتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع. حسين يا حسين، حسين يا حسين، وثق بإيدك شباب. ما عندنا غيرك. يا قتيل العبرات، حسين يا حسين، يا أسير الكربات، حسين يا حسين، يا حسين أنت حياً كالصراط المستقيم. حسين يا حسين، يا حسين، حسين يا حسين، أنت مهدت لنا نهجاً قويم. بك تربو الحسنات، حسين يا حسين، يا حسين، حسين يا حسين، بك محو السيئات، حسين يا حسين، يا حسين، حسين يا حسين، لهف نفسي للجسوم العاريات. حسين يا حسين، نشيد الزمان. حسين يا حسين، حر قلبي للشفاه الذابلة. حسين يا حسين، يا حسين، حسين يا حسين، لم تذوق ماء الفرات. أبدا حتى الممات. حسين يا حسين، يا حسين، حسين يا حسين، سيدي أبكيك للشيب الخضيب. حسين يا حسين، يا حسين، سيدي أبكيك للجسم السليم. حسين يا حسين، حسين يا حسين، سيدي أبكيك للخد التريب. حسين
يعشق لفاطمة. سيدي أبكي كمنهوب الرحال. يا حسين يا أبا عبد الله. سيدي يا حسين. سيدي أبكي كمسبي العيال. بأبي أنت وأمي يا حسين. حسين يا حسين. حسين يا حسين. حق أن تبكيك حزنا كل عام. حسين يا حسين. يا حسين. حق أن تبكيك دما كل عين. أشيل الزمان أبا عبد الله. حسين يا حسين. وخرج آه يا زينب. وخرج زينب تنادي. وسيبقى نشيد الزمان ثورة المظلومين صرخة المظلومين المستضعفين على الطغاة الظالمين في كل زمان في كل مكان نشيد الأجيال ونشيد الحياة. وسيبقى أصواتنا مع صوت إمامنا المهدي. وسيبقى دوما ندائي. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. قال رسول الله. يقول النبي أعجز الناس وأبخل الناس. أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخوف ما أخاف عليكم فتنة بني أمية، إنها فتنة عمياء ظلماء. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. يحتاج المؤمن إلى نظرة دقيقة ورؤية ذات بصيرة يقرأ من خلالها واقع المحيط الذي يعيش فيه، سواء كان منتميا له أو مؤيدا له أو منكرا له. يعني بكافة الأحوال المؤمن قراءته مطلوبة، حتى وإن كان يعيش في مجتمع هو غير منتمي إليه، غير مؤيد إليه، ينكر كل أفكاره وينكر أقواله وأفعاله، لكن يعيش في ذلك المجتمع. هناك حكمة وقاعدة تقول: كن فيهم ولا تكن معهم. الحكمة هكذا وردت: كن فيهم. وفيهم هي مقتضى الظرفية، أنه يجمعك مع الناس الظرف،
ظرف الزمان وظرف المكان، كن فيهم ولكن لا تكن معهم بالفكر، لا تكن معهم بالقول، لا تكن معهم بالفعل. ألا ترى الحكمة تقول بشيء من التشديد أن من أحب عمل قوم شنو؟ حشر معه. والقضية بما يترتب من الأثر. فالمؤمن قراءته تكون ببصيرة، ببصيرة يعني برؤية قلبية، برؤية عميقة يشخص بها الحالات ما لا يشخصه ويراه باقي الناس. شوف الحسين عليه السلام سؤاله كان دقيق، ألا ترون؟ سؤاله كان دقيق للمجتمع، ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن بلقاء رب، لأنه حال المؤمن هذا أنه يعمل من أجل الحق، يقول من أجل الحق، يعيش من أجل الحق، فإذا يحيط به الباطل من كل جوانبه شنو قيمة حياته؟ سأحمل روحي، كما يقول لسان حال المؤمن المتقي دائما الإصلاحي، سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوى الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. ونفس الشريف لها غايتان، بلوغ المنايا ونيل المنى. الإنسان يعيش يرحمكم الله من أجل طاعة الله، من أجل تأدية الحق، لكن عندما ينعدم الحق ويكون الباطل في كل مكان، هنا حياة المؤمن تكون في سير نحو الاختناق، في سير نحو الاضمحلال، يعني لا قيمة للحياة. هذا اللي أثار الحسين في ظرف كانت الأمة غافلة عنه، من قالهم ألا ترون، كانت الأمة ما تشوف، بالعكس راضية. وهذا اللي يقول ما لنا هو الدخول بين السلاطين، عرفنا أمس. هذا اللي يقول انزل على حكم ابن عمك، هذا اللي يقول لا تشرب الماء حتى ترد الحامية، هذا اللي يقول سمعنا كلمات وأصداء كثيرة في واقعة الطف، هي كشفت عن مستوى الوعي والإيمان اللي يحملون الناس في ذلك اليوم. فلذلك قالوا ألا ترون، قضية رؤية. بعدين هو تكلم عن نفسه صلوات الله، وإني لا أرى، يعني أيضا رؤية كان يحملها الإمام الحسين. هاي الرؤية اللي هي رؤية ببصيرة، رؤية البصيرة، الرؤية التي تكون فيها صفتين مشمولتين لا يراها الناس بسهولة. الصفة الأولى هي رؤية قلبية، أن المؤمن يرى بظاهره، هاي الناس تمشي وتأكل وتشرب، لكن قلبه يميز مشيهم حق أكلهم باطل، حركتهم الاقتصادية شنو، جمع المال شلون قاعد يصير، توظيف المال شلون قاعد يصير في المجتمع. ممكن مجتمع يكون فقير، ممكن مجتمع يكون غني، ممكن المجتمع يعيش الحالتين، تارة الغنى وتارة الفقر. فهنا المؤمن يدقق مصادر المجتمع منين، مصادر مزيهة نظيفة، موارد المجتمع وين، وين قاعد تصرف الأموال، وين قاعد تبذخ الأموال، وين قاعد تروح الأموال، سواء كانت أموال الفرد أو أموال الأمة كلها. هذا اللي يخلي دائما المجتمع يراقب إذا كان يتمتع برؤية معنوية. أما لا، إذا القلب عليه ما عليه الرؤية المعنوية منعدمة، إذا القلب مملوء دنيا، مملوء ذنوب، مملوء أخطاء، مملوء حب دنيا، والإنسان تلقاه يقف سكران أمام تلفزيون، أمام انترنت، أمام أشياء بسيطة، يقف ما يسيطر على أعضاء أو جسد أو روح أبدا، هذا هنا الرؤية تكون منعدمة. حتى عندما تريد أن تثبت الرؤية لهكذا نماذج تعاني معاناة شديدة حتى تثبت. يعني الحسين عليه السلام كان يستنطق فطرتهم، كان يستنطق عقولهم، لكن ماكو نتيجة. هذا أولا رؤية البصيرة، أن تكون رؤية قلبية، الروح ترى، القلب يرى، العقل يرى، وذلك لا يكون إلا للإنسان اللي عنده نسبة من الطهارة، نسبة من النظافة، نسبة من الوعي، واللي المنخرط مع أهل الدنيا واللي رايح يعبد كرة قدم، يعبد تلفزيون، يعبد أشياء، يعبد دينار، يعبد مادة، هذا ما تقدر تحكيها. ليش؟ لأن الرؤية عنده منعدمة، ضبابية، تحيط به من رأسه إلى قدمه، ولذلك احتيجه إلى الركن الثاني في الموضوع وهو الصبر. الصبر هنا إخواني قد بي مفاد
للإنسان المؤمن، بس من مفاداته الدقيقة أنه يعلم المؤمن التوقيت، متى يقول، متى يسكت، متى يتحرك، متى يسكت، متى يقف، متى يقعد. هذا أولا ظرف المتى. الظرف الثاني والسؤال الثاني وهو الكيف. إذا يسمح له الظرف أن يقول، ماذا يقول؟ قضية مو خاضعة بدون ضوابط، ترى لا. الحسين عليه السلام طلع من بيته يريد يرفض بيعة يزيد، جمع مجموعة من بني هاشم قالوا تعالوا يا أنا راح أدخل إلى مكان، هذا المكان راح يصير كلام بينه وبينهم، يصير سجال، إذا ارتفعت أصواتنا وكبرت ادخلوا، لأن أنا أحتمل وقوع معركة في داخل بيت والي المدينة. وكانت الأمور هادئة تماما، وجيء بالخبر سران، وطلب من الحسين البيعة بالخفاء، والحسين في بيته قاعد. طرق عليه الباب، قيل له والي المدينة يطلبك. الحسين قالها بصراحة، تنبأ وأخبر عن أمور غيبية، قال أرى أن معاوية هلك ونصب ولده يزيد والوالي يطلب منا البيعة. مختصر مفيد، الحسين أعطاه وجابه يا بني هاشم. دخل فعلا إلى بيت الوالي، الوالي طلب منا البيعة. البيعة الحسين قال له الدنيا ليل، البيعة ليش ليل؟ نصبح وتصبحون ليش؟ الحسين راد يختصر القضية مع ما أخذ الاحتياطات الكاملة للبعد السياسي في الموضوع والتكتيك، ما أخذ الاحتياطات الكاملة. كان موجود مروان بن الحكم، قال لوالي المدينة، قال له إذا طلع الحسين ما تحصل منها البيعة، بس يطلع باب الحوش بيعة ما تحصل منها، الآن أخذ منه بيعة. بس هذا لفظ فرد لفظة، قال له ألزمه وإلا فاضرب عنقه. الوالي مع أنه موظف عند بني أمية، موظف من قبل معاوية، بس قال فرد كلمة لمروان، قال لا، أرى أن الموقف صعب بين يدي الله لمن تكون يداه ملطختان بدم الحسين. هذا مع أنه منتمي إلى هذه الدائرة، بس يعتقد أن الإيدة تتلطخ بدم الحسين موقفه صعب بين يدي الله، لأن هذا الدم غير مباح يقتل، ما مسموح بأن يمس، هذه النظرة موجودة. لكن التفت الحسين إلى مروان، قال له أنت يا ابن الزرقاء تقتل؟ ما ممكن، الزرقاء أمة اللي كانت مشهورة بالبغاء. انتهى الموقف والحسين عليه السلام أطلق كلمته، قال نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الملائكة، ويزيد فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة، مثلي لا يبايع مثله. أو قبل لحظات إيش قال؟ إيش قال الإمام؟ قال نصبح وتصبحون، ما راد يفتح هذا الموضوع أصلا، لكنه احتاج إلى الخطوة الثانية في الموضوع، وهذا هو توقيتات الصبر. هنا الدقة في الرؤية، أنه تبدل الموضوع كما يقولون في علم الأصول، ومن يتبدل الموضوع يتبدل الحكم، لأن الأحكام والموضوعات مرتبطة، الأحكام تدور مدار الموضوعات. عندك إيد يمنى توضأ، انقطعت الإيد اليمنى سقط عنك الوضوء، ما موجود الماء يضيق عليك الوقت تتيمم، وهكذا أحكام موضوعات، موضوع ينوجد وأنه بيجي الحكم. فالإمام الحسين الخطوة الأولى خطأها، الخطوة الثانية كانت أعمق أدق، الخطوة الثالثة طلع من المدينة وكتب إعلان وكتب بيان وخرج. إذن يعلمنا الإمام الحسين أن المؤمن برؤيته الجزء الأول البصيرة هو التي يشخص فيها الأمور، لكن الجزء الثاني ما ممكن التنازل عنه، متى يقول، كيف يقول، أين يقول. مرات الكلمة ما تكون في محلها، مرات الكلمة ما تكون في مكانها، مرات الكلمة ما تكون عند أهلها الأمناء. ألا ترى الحكمة التي تقول ليس كل ما يعرف يقال؟ هذا ليش؟ هذا فرد لون من الضوابط، ما دام العبد ساكتا يكتب محسنا، فإذا تكلم إما محسن أو مسيء. يعني لما الإنسان يشخص خطأ، من رأى منكم منكرا فليغيره، متى يغيره، كيف يغيره، هذه النقطة مهمة. لذلك الفقه الإسلامي حصن القضية، أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يراد له شرطين مهمين، أولا أنك تؤثر، اثنين أنك لا تتضرر.
مع أن هذه الفقرة مسبوقة بأن يكون عندك علم بالمعروف وعلم بالمنكر حتى ليس الخطأ. بعض الأحيان يجي واحد يؤمر بالمعروف عن المنكر هو ما محتوي الموضوع ذهنان، ما فاهم الموضوع ذهنان. الإسلام يريد الحركة للمؤمن بهالخطين، بصيرة يكون يشخص الأمور الباطنية وليس فقط الظاهرية. الناس منين تجيب المال، وين تودي المال، حركة الناس بالعبادة، حركة الناس مع الحسين، حركة الناس في المجالس، حركة الناس فيما بينها، الأمور الاجتماعية الاقتصادية السياسية، وهكذا ينظر إلها ببصيرة. وهذا يتعلم من درس الحسين. ألا ترون أن الحق لا يعمل به؟ يقدر يشخص المؤمن هاي النقطة، الحق قاعد يعمل به والباطل لا يتناهى. هذا تشخيص مهم. إذا حصل هذا التشخيص اجت النتيجة، ليرغب المؤمن بلقاء ربه. بعد المؤمن يكره هذه الحياة، لا يرضى بهذه الحياة، يعزف عن هذه الحياة. لذلك الحسين قال: سأمضي وما بالموت عار على الفتى، إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما، وواسى الرجال الصالحين بنفسه، وفارق مثبورا وخالف مجرما، فإن عشت لم أندم، وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغم. هذه مفاهيم وضحها الإمام الحسين بخطوات ميدانية. حتى نعبر هاي النقطة، النبي صلى الله عليه وآله أثار أمور مستقبلية في الأمة، يعني في وقته كانت مضمرة، في وقته كانت مخفية، في وقته لم تكن معلنة، وحتى مقدماتها بعيدة، مقدمات تلك الأمور. لكن النبي كان دائما أخوف ما أخاف عليكم، كان يثير مسائل كلية. مثلا من يجي واحد يقول الاحترام، الاحترام مطلوب، الاحترام في كل مكان مطلوب الاحترام. طبعا من يجي الإنسان المأتم وهو دائما يشجع المجتمع على الاحترام ويحفز المجتمع على الاحترام، هذا من ضمن ميادين الاحترام. فلما أنا أخل بالاحترام، مثلا أتجاوز على واحد، أتكلم مع كبير، أصيح على صغير، يحتج المجتمع. هذا تطبيق الاحترام ما حصل. فالنبي كان يثبت المفاهيم الكلية في نفوس الناس وينطويها الضمانات، ينطويها الضمانات الكلامية والشخصية. انطى أبو ذر ضمان، وسلمان ضمان، وعمار ضمان، قال: أينما يقف ابن سوية فإنه يقف إلى الحق، في جنبة الحق. عمار وين ما يوقف يا ناس يا عالم، وين يوقف؟ خلى عمار ميزان، خلى عمار مرآة، حتى الناس من تجي تباع العمار، عمار زكى النبي والثقة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان دائما النبي أخوف ما أخاف عليكم مما قاله النبي، اللي هو يحصن. شوف شوي انتبهوا لإخواني، هذا ضرورية لمسألة، يحصن تفكير الأمة، يحصن ذهن الأمة، يحصن قلب الأمة، وعي الأمة. أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ليش؟ هذا حق ذاك هو مبين، بس الإنسان يتبع هواه، يتبع نفسيته، يتبع مزاجه، يتبع رأي الشخص قدام مبدأ الحق، مبدأ القرآن، مبدأ الصلاة، مبدأ الدعاء. أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ذن اثنين حذر منهن النبي بنفس الوقت. أخوف ما أخاف عليكم فتنة بني أمية. طبعا الحرب بحسب الظاهر بدأت بين بني هاشم وبين بني أمية. ليش؟ لأن بني هاشم كانوا يتمتعون بواقع اجتماعي واضح، وبني أمية كانوا يتمتعون بواقع ما نقدر النسبة إلى العقل ولا إلى الفطرة ولا إلى الدين ولا إلى التربية. أفعال كان يندى لها الجبين. هذا فرد لون من التناحر، عائلة منحطة وعائلة ذات قيم ومبادئ ومثل، عائلة محترمة وعائلة غير محترمة. هذا النزاع وإن كان بحسب الظاهر يقرأ تاريخيا بين عائلتين، لكن كل عائلة كانت تمثل جهة. عائلة بني هاشم كانت تمثل الله تبارك وتعالى، تمثل التوحيد، تمثل الدين، تمثل الحق، تمثل خط العدالة والاستقامة والتربية الصالحة، وذولا يمثلون خط الانحراف وخط الضحالة في كل شيء. لما اجت النبوة في بني هاشم، هذا واحد ضيف إلى العد. لما صارت الإمامة في بني هاشم، شنو ردت فعلهم؟ صاحب الخليفة الثاني: من ذا ينازعنا سلطان محمد ونحن عشيرته؟
صح واحد ثاني يا النبوة والخلافة لا تجتمع في بيت واحد. فرد نظرية بتدعوها، فرد نظرية ألقوها في الساحة أنه الخلافة ما يمكن تصير من نفس البيت اللي صارت من النبوة. هذا على أي ضابطة؟ ضابطة صنعها الإنسان، مو ضابطة الله تبارك. هذا على أي أساس؟ على أي أساس أنه الإمام اختيار الإنسان، رغم أنه الإمام الله بوضوح شي يقول اختياري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شوف الفاعل بالجملة منه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. الفاعل منه؟ الأرض لو السماء، يعني مو شغل الأرض. أخذ أحدى أخرى، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. من الفاعل هنا؟ السماء يعني الله. أكو فرد جعل، أكو فرد جعل، هذا الجعل إلهي، يعني مو شغلي وشغلك. ما يمكن أن نجتمع إحنا بهاي النفوس وبهذه القابلية الموجودة. ليلى على دين قيس حيثما تميل، وكل ما سر قيس فهو عند ليلى جميل. الناس ايش وقت اجتمعوا على شيء؟ فالقضية مو اختصاص الناس، اختصاص الله. لكن أسسوا نظرية لا تجتمع الخلافة والنبوة في بيت واحد، ونجحوها هاي النظرية وعملوا على خلافها وعلى ضرارها ومشت بالساحة الإسلامية في وقتها. هنا النبي أخوف ما أخاف عليكم فتنة بني أمية. ليش؟ لأن بني أمية صارت لهم مرحلتين. المرحلة الأولى هي محاربة هذا الدين، محاربة هذا القانون، قانون الله، محاربة هذا الإسلام، وأخذت عنه النظرة كما قالها أبو سفيان في يوم من الأيام بعد أن انتصر النبي، قال للعباس عم النبي صلى الله عليه يا أبا الفاضل، إنما أصبح ملك أخيك عظيما. قضية شنو؟ انتصر ابن أخوك، بس انتصر الدين؟ لا، انتصرت الرسالة، انتصر الوحي؟ لا، كل لا، أصبح عظيم. وهذا النفس كان موجود إلى حد يزيد، إلى حد معاوية. فلما حاربوا الإسلام بكل الطرق وفشلت الحرب، ما بقت إلا المرحلة الثانية في حياتهم وهو الدخول إلى الإسلام. ولكن دخلوا إلى الإسلام كما هو ثابت بالدليل، لم يدخلوا باختيارهم وإنما دخلوا مكرهين، يعني مجبرين. زين، إنسان يدخل إلى مبدأ مكره مجبر وبعدين تسلم المبدأ بإيده، قل له هاك زمام الأمور بإيدك، ماذا يصنع؟ لذلك هتف أبو سفيان، تلاقفوها يا بني أمية، تلاقف الصبيان للكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار. وفعلا عندما وصلت الأمور إليهم بماذا فعلوا؟ أول شيء خططوا، جعلوا معاوية يمسك الشام 20 سنة، 20 سنة، المال بيده، السلطة بيده، السلطة الإعلامية بيده. وطبعا بني أمية ورجع لهم المال ورجع لهم السلطة، ماذا يصنعون؟ لذلك أول شيء بدأ من بعد النبي اللي قال عن النبي أخوف ما أخاف عليكم فتنة بني أمية، فإنها فتنة عمياء ظلماء. شنو اللي صار؟ بدل ما كان القانون هو التربية، بدل ما كان القانون هو التنمية، بدل ما كان هو القانون إعداد الفرد، إعداد للعبادة، إعداد للمجتمع، إعداد روحيا، إعداد قلبيا، صنع نموذج إسلامي ديني يحرك المجتمع، لا، تبدل، صارت القوة، القوة هي البديل، صار التعامل بالقوة، ما أحد يتكلم أبدا، التعامل بالقوة. العلم ماكو، واحد يصيح أقيلوني فلست بأفضلكم، الثاني يقول كل الناس أفقه مني حتى ربات الحجال، الثالث كان زمام الأمور كله بيد مروان، مروان بن الحكم كان هو بحسب الظاهر لا، وإنما هو الخليفة الذي يفعل ويصنع ما يصنع، والتاريخ حافل. من صارت البديل هي القوة والمال صار باليد والسلطة الإعلامية باليد، انتهت. شو ولدت؟ ولدت غياب أكبر مفهوم ديني وأعظم مفهوم ديني، غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. غاب هذا المفهوم، اضمحل هذا المفهوم، مات هذا المفهوم. ذلك علي بن أبي طالب من إجا للناس، إجا لقاهم الجاهية، الناس فكرها تعبان، يفتهمون علي غلط، علي مو صح. وعلي بن أبي طالب 30 سنة ويمشي صح وعلم الناس الصح، وإذا بيقرون غلط علي يشوفونه بالعكس، ما يشوفونه بوضوح.
الحسن يدخل لواحد يقول له أشركت وكفرت يا حسن كما أشرك وكفر أبوك. ضاحت المسائل الفكرية، انتهت الإرادة، وصلت إلى مرحلة أنه أحبك بس أتحاربك. إيش قال الفرزدق في الوصف الدقيق؟ قلوبهم معك وسيوفهم. هذا من يقبل المفهوم؟ هذه النظرية ليش؟ نتاج للسلطة الإعلامية والسلطة للقوة، قوة بدل التربية. غياب الأمر بالمعروف عن المنكر، توغلوا بني أمية، صارت زمام الأمور بيديهم، حتى الطابور الخامس صار من عندهم. وإلا الإمام الحسن مرتين يطعن في صلاته، مرتين يطعن في داخل كيانه، ويدس له السم من داخل بيته. معاوية يبعث رسالة إلى جعدة بنت الأشعث ويقولها هاي إليك المال وأزوجك يزيد، دس السم، ودست السم للإمام الحسن عليه السلام، وهو يقول لقد دس إلي السم مرارا وتكرارا. محاولات الاغتيال في العشر سنوات من 50 إلى 60 للهجرة، الحسين تعرض لمحاولات اغتيال. هاي منين؟ من الطابور الخامس، جهاز المخابرات الأموي اللي يوصل للحسين ويريد يغتاله. لحد ليلة العاشر كان يخاف على الحسين من الاغتيال. واضرب لك مثال، لما طلع برضيعة ايش قال حرملة من كلمة؟ ايش يقول لعمر بن سعد لما قال له اقطع نزاع القوم؟ قال له اضرب الولد ام الوالد؟ اصوب نحو منه، قال اضرب الولد، الوالد عندنا شغل وياه، بعد عندهم فكر وياه. اذا النبي لما قال اخوف ما اخاف عليكم فتنة بني اميل، اجت بدلت المفاهيم، بدلت المصادق، وسوت غيرت كل اللي غير النبي، بدلت المواقع. هاي الناس الصلحاء، حجر بن عدي، هاي الناس الشرفاء، ميثم التمار، ذولا قراء القرآن، ذولا الشرفاء اللي كانوا يحملون الدين والفكر والوعي. قتل 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 وإبادة، قتل وإبادة. رشيد الهجري دز عليه قال له كيف قال لك صاحبك تقتل؟ قال لي أنك تقطع يدي وقدمي ولساني، قطع رجلي ويدي ولساني. قال له لا أكذبن صاحبك، اقطعوا رجليه ويديه واتركوا لسانه. قطعوه، وعندما أخذوه أخذ يحدث الناس بمناقب علي بن أبي طالب، وأخذ يحدث الناس بفضل أهل البيت، قال لهم ابعثوا إليه واقطعوا لسانه. قال له والله لا تكذبه أبدا. إجابة مرة ثانية وقطع لسانه. القضية تعكس فرض صورة مأساوية أن ذولا بني أمية ماذا سيفعلون وماذا سيصنعون. فعلا اللي سووا يوم عاشوراء فرد فعل شنيع، لأنه كاشف عن المستوى من الحقد. يقول له لا تشرب الماء حتى تذوق الموت غصة بعد غصة. هذا وين؟ هذا بيا منطق، هذا بيا حال. ليش؟ لأن النبي حذر أن هذه الأمة. ولذلك حقر التاريخ، شوف شوف باكر عقبة نوقف على كم نقطة. مروان يصلي صلاة العيد، صلاة العيد واضحة، صلاة العيد ذي شيء يصلي ويخطب، عكس المسألة، سواها بالعكس، خطب ونوصل، يريد المهم يخالف النبي. قطع التلبية بأيام الحج، جزء لا يتجزأ من أفعال الحج، قطع التلبية، سوى أفعال، غير بالآذان كله. هذا بحسب ظاهر تعامل بالدين. لكن روح شوف، خليفة يشرب الخمر، خليفة يواقع جاريته وهي ميتة، خليفة يطلع جاريته للصلاة، خليفة يصلي بالناس وهو سكران. هذه كلها نتائج مدرسة وتربية بني أمية اللي خلت المجتمع يعيش الاضمحلال في التفكير والاضمحلال في مستوى الدين. فمن يجي المعصوم ايش يلقى؟ يلقى النماذج القليلة اللي يصرخ ليل مع نهار يلا يجمعنا 30، ينادي ليل مع نهار يلا يجمع له. هذا اللي خلى أئمة أهل البيت ينظرون للأمور ويقرؤوها قراءة أخرى، لأن فتنة بني أمية استمرت سنين طويلة، فتكت بالناس وخلت الناس يتحولون إلى دمى، يتسابقون على المال، يتسابقون على الجاه. هذا اللي مسك أولاد مسلم بن عقيل، أطفال هذول أحرار، دولة شنو 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 عمرهم؟ ما يتجاوز 6 سنوات، 5 سنوات، 4 سنوات، 6 سنوات، بالروايات 7 سنوات، أطفال. وهذول الأطفال مو مثل أي طفل، وفروا من معركة كربلاء مرعوبين. يقولوا له بيعنا بالسوق، إذا أنت هدفك المال بيعنا بالسوق تحصل أكثر. شنو جوابه؟ قال لهم إني أرغب بالتقرب من ابن زياد.
الإنسان بطبعه بفطرته بعقله يبحث عن الشرفية، يبحث عن الرفعة، يبحث عن السمو. بس هذا اعتقاد الرفعة والسمو والشرفية وين؟ عند ابن زياد، هذا الدعي ابن الدعي، هذا فرد مشكلة. الإنسان لما يشوف شرفيته بالخطأ ويشوف شرفيته بالإضمحلال في الرذيلة والغرق في مستوى السيئات، لا هذا رايح غلط، الأمور كلها عنده غلط. هاي نتيجة تربية المدرسة الأموية، إضافة إلى تربيتهم للناس على الأفكار الخطأ، أن الله يفعل الذنب، أن الله يفعل الخطأ، أنه مسألة الجبر، حتى نشأت بين الناس الجبر والتفويض أمويان، والعدل والتوحيد علويان. يعني هذه نشأت من هاي المدرسة، أثرت على الناس، وهاي نشأت من هاي المدرسة، أفكار تبنوها علماء، تبنوها علماء. هذا الحسن البصري قاعد يتوضى فرد يوم ومر عليه أمير المؤمنين، شاف وضوءه ما أدري شلون، قال له أسبغ وضوءك، أسبغ وضوءك. تدري إيش قال العلي؟ قال له لقد قتلت أناسا بالأمس يسبغون الوضوء. شو يقصد منه؟ الخوارج. قال البارحة أنت قتلت ناس يصلون صلاة الليل وضوءهم ممتاز. الإمام إيش قال له؟ قال له هل أنت حزين عليهم؟ قال بلى. قال له أطال الله حزنك، الله يديم حزنك، إذا أنت حزنان عليهم الله يديم حزنك، لأن تستاهل. اللي أنت حزنان على الخوارج، الخوارج اللي استحوذ عليهم الشيطان ويقرون علي بن أبي طالب بالعكس خطأ، يقولوا لا حكم إلا لله، وعبد الرحمن بن مرجم يخلص صلاة الليل ويضرب علي بن أبي طالب يقول الحكم لله لا لك يا علي. ولما الطبيب اجى واحتملوا ان علي تعافى، تدرون ايش قال عبد الرحمن بن؟ قال لا والله لا يغشني هذا السيف، شريته بألف وسممته بألف، اشتريته بألف وسميته بألف، مستحيل انه يغشني، من قد ما كان عازم على القضية انه علي بن ابي طالب لابد من ازالته، اللي علي وجوده ضروري، وكانوا عازمين على ان الحسين لازم يزال، الحسين وجوده ضروري. اللي قالت عنا زينب في خطبتها لأهل الشام، أتدرون أي دم لرسول الله سفكتم وأي حرمة له انتهكتم؟ قتلتم سيد شباب أهل الجنة ومدرأ سنتكم ومفزع نازلتكم، مفزع الأمة. الأمة تحتاج مثل الحسين، تحتاج مثل علي بن أبي طالب، تحتاج هاي النفوس والشخصية، لأن بالفتنة أمير المؤمنين يقول الفتنة إذا أقبلت شبهت، تدوخ كل المجتمع إذا تجي الفتنة، وإذا أدبرت نبهت. لما تخلص الفتنة، أوه أنا ظلمت فلان وأخذت حق فلان وحكيت على فلان، هذا نبينه في الليالي القادمة إن شاء الله آثار الفتنة. لكن النبي حذر فتنة بني أمية، أخوف ما أخاف عليكم فتنة بني أمية، فإنها فتنة عمياء ظلماء، ضحيتها أطفال الله، ضحيتها هذول الطفلين اللي فروا من النيران يوم العاشر من المحرم، ذلك اليوم المفجع المؤلم، الذين من ضحاياه أطفال الحسين عليه السلام. أضمرت النيران في المخيم ففر الأطفال، أضمرت النيران في المخيم ففر الأطفال بكل جهة، لا أحد يعلم أين متجه. أطفال سحقتهم حوافر الخيل، أطفال ماتوا من النار، أطفال ماتوا من الرعب. أكو فرد جريمة صارت عندنا ببغداد قبل 3 سنوات، 3 أطفال قتلوا، 3 بنات، 10 سنوات، 8 سنوات، 5 سنوات، الطفل الثالث دخل عليهم مجرم ورماهم بالرصاص. تدرون الطفلة الثالثة ما رماها بالرصاص؟ لقوها ميتة، سكتة قلبية عاد. لما انضرب أختها الكبيرة وأختها الصغيرة الطفلة ماتت. أنا هاي شهدتها الحال. ماتت الطفلة، وبالطب التحليلات والتشريحات يقولون سكتة قلبية، ماتت من الصدمة. هذا الطفل كيف يكون؟ أكو طفل في بغداد أبوه معدوم. لما أقرأ مصيبة بالتلفزيون ويطلعون هاي يدزون رسالة، سيد لا تنعى على الأبو. ما كنت أعرف ليش، لكن ذاك اليوم في محرم قال سيد هذا الولد من تنعى على الأبو يتخربط يغمى عليه، هذا أصغرهم يوقع،
قالوا خصوصا من تقول بويا يا بويا يوقع هذا الطفل، اسمع عليهم يوقع الطفل. قلت سبحان الله ما ادري هسه يرحمكم الله، الطفل ما يتحمل هذه الامور ما يقدر. زين اطفال حرقتهم النار، اطفال ماتوا عطش، زينب تلقى طفلين قاعدين عند قربه ماء حاطين خدودهم على القربه، بس القربه مغلقه يا ناس، مسدوده مشدوده ما مفتوحه، وذول الاطفال حاطين خدودهم على القربه مو بارده، حاطين خدودهم عليها تتباوع للقربه. زينب القربه ما مفتوحه، تقلب الاطفال تلقاهم ميتين. ولما هجم الخيل على المخيم طلعا بنات رسول الله فرن فرن، لا تشرب يا حال من طاح الولي فرن، الله اكبر، فرن لا تشرب يا حال من طاح الولي فرن. وبذاك الفلا يا مولاي ظل الغدر يفتر، اشلون قبلت اشلون قبلت يا كرار من بين العدا طر، الله اكبر. طبعا بنات الرساله كل وحده في جانب، هناك واكو اطفال فقدوا، اكو اطفال ماكو، ومن ضمنهم اولاد مسلم ابن عام اخذتهم الاقدار الى سجن الكوفة، سجنوهم طلعهم السجان، راف قلب عليهم الى ان طلعوا باتوا عند عجوز. الله هذه العجوز موالية لأهل البيت، احتضنتهما، لان في داخلها علي بن ابي طالب، في داخلها الحسين، وهي تبرع لهم اطفال كأنهم انوار، اطفال طاهرين. ناما هذين الطفلين في حجرتهما، جاء الرجل الحارث الهمداني، سألته زوجته أين كنت؟ قال أبحث عن أولاد مسلم بن عقيل فرا من السجن. قالت له وماذا تريد منهما صغيران طفلان؟ قال لا، هناك جائزة من قبل ابن زياد. الطفلين بينما هما نائمين في الحجرة، أحدهما رأى رؤيا، رأى خاله الحسين وأبوه مسلم بن عقيل يقول لهما العجل العجل، فإن هذه الليلة هي آخر ليلة لكما في الدنيا. جلسا يبكيان ينوحان، سمع الصوت جاء إلى الحجرة، قال من بداخل الحجرة؟ قال له ومن أنت؟ قال أنا رب البيت. قال الحمد لله، لقد كنا في أمان امرأة والآن في أمان رجل، يا هذا نحن أولاد مسلم بن عقيل، نحن خالنا الحسين. قال عجيب، وأنا ما تركت مكان إلا وبحثت فيه عنكما إلا وأنتما في بيتي. فأخذهما يجرهما يضربهما بالسيارة، يضربهما بالصيام. قال له يا هذا احفظ ضيافتنا عندك. قال لا ضيافة لكما عندي. قال له احفظ قرابتنا من رسول الله. قال لا 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 قرابة لكما عندي. قال يا حارث بعنا في السوق نجلب لك اكثر. قال إني أرغب من التقرب من ابن زياد. لما وصل بهما إلى نهر الفرات قال يا حارث امهلنا نصلي ركعتين. قال صليا إن نفعتكم الصلاة. بينما هما يفرغان من الصلاة جرد سيفه وهو يقول أيكما أقتل أولا؟ قال الكبير يا حارث اقتلني قبل أخيه.
فإن أخي صغيرا ولا يتحمل حرارة السن. التفت إليه الأزرق وهو يقول: لا 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 يا شيخ، لا لا يا شيخ، اقتلني قبل أخي فإني لا طاقة لي أن أرى أخي قتيلا. اقل يا ظالم يا ظالم، ما دريت شلون جينا، والله شلون جينا لما طلعنا من المدينة. اقل أمي أمي خلت يمين بيمين، خلت يمين بيمينه لابراهيم قالت لتعينه تعينه امانه والامانه شقد ثمين، ولك بس خلينا نرد نمنا. ولك بس خلينا بس خلينا نرد لون الحزينة، نضمن لك شفاعة من نبينا. لا ما أخذته الرأفة والرحمة، آجركم الله. التفت إلى الأكبر فضربه بالسيف، أيوة ولدا ومسلما. الأصغر شوف هذا الموقف، التفت إليه الأصغر قال: امهلني امهلني يا شيخ. قال: وماذا تريد؟ قال: أخضب يدي بدم أخي. أخضب دمي بدم أخي وأقف كما يقف الأخ عند مصرع أخي. فما أمهله حتى ضربه بالسيف، أيوة ولدا ومسلما. ويا زينب ويا زينب، شنو تقول للحسين؟ وصيتني لأن الأولاد مسلم، بويا باب مسلم باب الحوائج. وصيتني وصيتني يا أخويا بليتا، شباب شباب المسلم ابن عقيل يقول: أبار الغفا يا أخويا، أبار الغفا يا أخويا ولينا. طحت حرمة وطحت ما بين ظلال، إنا لله وإنا إليه راجعون. إخواني إن شاء الله باكركم مجلس على أولاد مسلم بن عقيل ساعة 4 إلا ربع إن شاء الله، 4 إلا ربع أكو مجلس ثاني إن شاء الله عصرا بإذن الله. يا الله يا الله، نقرأ لنا مقطع لاستجابة الدعاء لأن عندنا مجلس آخر إخواني والوقت ضيق علينا. شباب أريد إيدك وياي إيدك ولأن مالته. فالراوية تأمثني من خيمة المظلوم، ومهم تحوم يمحيارة والقلب ما اي أن أن أن. فالراوية تأمثني من
خيمة المغلوب ومهوم تحوم محيارة والقلب مهموم والقلب فروا يتامى فروا يتامى اثنين من خيمة المغلوب يبارك الله بك ومهم تروحوا ميم حيارة والقلب مهموم قم بارك الله بك قم للحسين فراوية ما اثني ضربة وحدة من خير المظلوم ومهم تروحوا ميم حيارة والقلب شباب والقلب مهموم والقلب ايدك ايدك طلعة تحن ويتصيح يا زينب تعالي ايه والله مصيب يا خلق تيهت يا خالك تبهيني الراي كلهم الساعة الذبيحة يا خالك ولياي ظنيتها الطفل ان تبقى اسأل وويا ظنيتها الطفل ان تبقى اسال ويا اياه بالبر تهوب طلبهم ما حد يقوم فروا يتامى اثنين من خيمه حسين للأبد حسين للأبد لقيت بمهجتي لقيت بمهجتي يقين ومعتقد يقين ومعتقد كفيع بغربتي كفيع بغربتي لو حان الوعد لو حان الوعد جنون بهالاسم جنون بهالاسم عشقت من المهد
جنون بهالاسم عشقت من المهد ملكني برحمته ملكني برحمته حسينا للابد حسينا للابد ما حفظ حسينا للابد لقيت بمهجتي لقيت بمهجتي يقين ومعتقد يقين ومعتقد شفيع بغربتي شفيع بغربتي ولو حان الوعد ولو حان الوعد مثل قول الالم يراود دمعتي مثل قول الالم يراود دمعتي واشوفه كل وقت واشوفه كل وقت صلاه قبلتي صلاه قبلتي وهيم الحضرته وهيم الحضرته وناجم عبرتي وناجم عبرتي امامي منهجي امامي منهجي فنالوا غايتي فنالوا غايتي شفيع بغربتي شفيع بغربتي لو حان الوعد لو حان الوعد الذكرى على الثرى الذكرى على الثرى صريح من ذبح الذكرى على الثرى سريع ومن ذبع وحيد بلا أهل وحيد بلا أهل ولا ناصر يصح ولا ناصر يصح وبارح جثته وبارح جثته وصور كم جرح وصور كم جرح وشاهد من حراه وشاهد من حراه خضيب على الربح وخضيب على الربح وصيد صاب الخيام وصيد صاب الخيام توجه وتلتهم توجه وتلتهم واشوف ام الخدر اشوف ام الخدر اشوف ام الخدر تصيح وتنتحب تصيح وتنتحب كنا نتمرمرت كنا نتمرمرت يسبح القلب يسبح القلب شفيع بغربتي شفيع بغربتي لو حان الوعد ولو حان الوعد جنون بهالاسم جنون بهالاسم عشقت من المقصود عشقت من المهد ملكني برحمته ملكني برحمته حسينا للابد حسينا للابد لقيت بمهجتي لقيت بمهجتي يقين ومعتقد لقيت بمهجتي يقين ومعتقد شفيع بغربتي شفيع بغربتي شفيع بغربتي ولو حان الوعاد ولو حان الوعاد ولو حان الوعاد قصد صوب الخيم قصد صوب الخيم توجه وتلتهم توجه وتلتهم واشوف ام الخدر اشوف ام الخدر تصيح وتنتحب تصيح وتنتحب شفيع بغربتي شفيع بغربتي كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اقضي حوائج المحتاجين يا الله شاف المرضى يا الله فرج عن المكروبين اقبضين المديونين ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين اللهم إنا نسألك العافية في الفتن والنجاة من الفتن يا أرحم الراحمين اطلبوا حوائجكم ربي أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وكل ناظري بنظرة مني لي اغفر لوالدي وارحمهما كما ربي أنصر اطلبوا حوائجكم آبائي وأمهاتي أخواني أخواتي من مسلم ابن عقيل بحق أولاده نسألكم الدعاء بالثبات وحسن العاقبة يا الله إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من مات على الهدى والإيمان أموات الحاضرين والسامعين والعلماء والشهداء والصالحين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة لا سيما من خصص إليه المجلس